بسم الله، وصلى الله على أجمل خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رجعنا لكم تاني ولسه مع الأدب مع أصحاب سيدنا النبي، كيف نتأدب معهم. قلت لكم نمرة واحد أن نحترمهم، اثنين ألا نسبهم وألا ننال منهم، نمرة ثلاثة عدم الخوض فيما شجر بينهم. موضوع قضية التحكيم بين سيدنا علي وسيدنا معاوية، مين اللي كان على الصواب، سيدنا علي ولا سيدنا معاوية؟ مين اللي أخطأ؟ مين اللي فعل؟ هل ننتصر لواحد على حساب واحد ولا نترضى عنهم جميعا ولا نخوض في مثل هذه المسائل؟ الصواب وما عليه أهل السنة ألا نخوض فيما شجر بينهم. ليه؟ لأنه دول الصحابة. إحنا مين حتى نصل إلى رتبتهم؟ إحنا مين حتى نصل إلى ما وصلوا إليه؟ ويمكن أنا في المسجد عندي في جامع سيدنا عمرو من حوالي أسبوع ذكرت قصة للشيخ الغزالي رحمه الله. هذه القصة بتاع الشيخ الغزالي، لما الشيخ عبد الحليم محمود قال له: يا غزالي ستخطب بنا الجمعة القادمة في جامع سيدنا عمرو بن العاص. الشيخ الغزالي يعني اعترض ورفض بأدب للشيخ عبد الحليم محمود، قالوا لا أريد أن أذهب إلى جامع عمرو، أنا كنت بخطب في الأزهر زمان، رجعوني الأزهر تاني. فالشيخ عبد الحليم محمود كان وزير الأوقاف وقتها قال: ليس في الأمر مجال للاعتذار، أنت خطيبنا وإمامنا في الجمعة القادمة في جامع سيدنا عمرو بن العاص. وافق الشيخ الغزالي على مضض تنفيذا لأوامر وزير الأوقاف وقتها وتعليماته، وذهبوا وصلوا في جامع سيدنا عمرو وخطب الشيخ الغزالي وأبلى بلاء حسنا في الخطبة، وكان خطيب مفوه رحمه الله ورحم كل مشايخنا ومن سبقونا إلى الله. اللي بيروي الحكاية الدكتور عبد الصبور شاهين، سمعتها منه وهو على منبر عمرو في شريط مسجل، لم أكن حاضرا ولكن سمعتها وموجودة على اليوتيوب وعلى الإنترنت. بيذكر الشيخ عبد الصبور شاهين أن بعد خطبتين الشيخ الباقوري أرسل للشيخ الغزالي قال له: تعالى عايزك. فذهب الشيخ الغزالي للشيخ الباقوري فقال له: يا غزالي إيه اللي بينك وبين سيدنا عمرو بن العاص؟ فبكى الشيخ الغزالي قال له: والله ليس بيني وبينه شيء، لكن في النفس شيء من جهة سيدنا عمرو، يعني أنا كنت أتمنى أن سيدنا عمرو يبقى في صف سيدنا علي ما يبقاش في صف سيدنا إيه سيدنا معاوية، وفي نفسي حاجة في قضية التحكيم. فالشيخ الباقوري قال له: لقد رأيت عمرو بن العاص في المنام واحد جاي لابس لبس عسكري ويقال أفسح الطريق للوالي، فوصل إلى باب بيتي فدخل علي وقال: أبلغ محمد الغزالي أني فرح به لأنه أحيا مسجدي، إلا أني أعتب عليه لما في قلبه تجاهي. فقال هذا الكلام الشيخ الباقوري للشيخ محمد الغزالي، فبكى الشيخ الغزالي بكاء شديدا وقال: من أنا حتى أتدخل بين أصحاب رسول الله؟ تبت إلى الله وأنبت ولن أعود إلى مثل هذا. وكان يقول الشيخ الغزالي: تمنيت أن ألقى الله وأنا خطيب لجامع سيدنا عمرو بن العاص، أنه يظل خطيب في هذا الجامع المبارك اللي فيه أنفاس الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. الشاهد من هذه القصة ألا نخوض فيما شجر بين الصحابة، سيدنا علي ولا سيدنا معاوية، سيدنا عمرو بن العاص ولا اللي فعلوا مع سيدنا معاوية كان يبقى مع سيدنا علي. نسكت عن هذا الأمر ولا نخوض فيه، ونقول هم صحابة اجتهدوا، لهم ما لهم عند الله جل وعلا، ولا نخوض فيما شجر بينهم، وهذا من تمام الأدب معهم. ربنا يرزقنا الأدب مع أصحاب سيدنا النبي، اللهم أمين. هروح فاصل وارجع لكم تاني، خليكم معانا وصلوا على الحبيب.